السلام عليكم. سلام، اهلا ببابا، شنو احوالك؟ لاباس عليك؟ شنو امورك؟ الحمد لله. تفضل يا بابا، وقع دق. بسم الله. شنو امورك؟ لاباس انت؟ الحمد لله، شنو لاباس؟ الحمد لله ونعم بالله. شنو الدنيا يا بابا؟ شنو لاباس؟ شاي يا بي، حال البلاد هو راجع بالتوالي. الله يبقي ستر. تعبنا والله، اسمعني كمواطنين تعبنا. الناس كلها تعبت. هذه رسول الله، هاك تشوف. اللي نهار كامل هو قاعد في بقعة برد. شكون مش تعب تو؟ وكلام الناس اللي ما يتلوحش الحق نتاع ربي يا رب. ما قبل. السلام عليكم. يا لاباس. السلام. اهلا بسي بوهليل. واش احوالك يا سي بوهليل؟ وينك يا خويا الغالي؟ وينك؟ الحمد لله. عندك وحشة عاد. عايشك لاباس العائلة. ما طلعتش عندك برشا يا خويا. والله هنا صفاء الأمور. يرحم والديك يا سي بوهليل، يرحم والديك كالعادة ديما مزروب واحد. هو مزروبين، تعرف الوقت والأفارات. الله ربي يعاونك، يعاونك يا سي بوهليل. يا بابا خلينا نلحق سي بوهليل مزروب. نعم نعم عدوه سي بوهليل. شكون بوهليل؟ سي بوهليل هذا رجل أعمال. شكون سي بوهليل؟ هذا رجل أعمال. شكون؟ يجي مرة في الأيام. والله وكلمت كساب البلاصات هذوما عندي أنا ما يسوى شيء. سامحني خويا احترم. لا لا من فضلك. سامحني. كلمتك أنا. وقوم أنا باش وقوم أنا باش جيت سيد شباب. إيه يا معاك يا بابا. يا بابا. يا بابا. يا بابا. يا بابا. يا خاطر اسمع الفاشل صارت مش باهي. لا أنا ما كلمتش. أنا ما كلمتش. سيد شباب وكان يجي وزير الداخلية. أنا ما كلمتش. يا بابا يا بابا. هذوما اللي هلكوا البلاد. يا بابا انت راجل كبير. البلاد. يا بابا انت راجل كبير. يا ولدي شوف شوف. خلينا نحترمك يا عايش. شوف. خليني نكلمك ساعة. شنو مازال الدينار يوكل حاجة؟ خليني نكلمك عايش. تفضل اخويا تفضل. دينار راهو. هذوما بفلوسهم مشاو هالبلاد. لا 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 ما تغلطش ما تغلطش. شوف تبارك الله صباح الخير مدى 10,000. لا 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 عندي انا نشوف كيف يستحيل باش واحد يقول لك ما تبقينا جماعة هذوما بفلوسهم يحبوا يعملوا اللي يحبوا. يا بابا مو فضل مو فضل. خليني. لا مستحيل. مستحيل او نتخاطر معك كان يجي نشيط صباطه قدمي انا. خليني نقدرك عايش بابا. والله يا سامح المزروب. سامحني الرجل مزروب وخليني نشيلك الامور. جيب شرطه تحب برا كل جيب برا جيب شرطه. ادي للشرطه راح شيخ تقطعني بقسمي. حب تقطع رزق الناس. حب تقطع رزق الناس. ادي تقيمني انا باش يجي سيدي. خليه 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 تقعد تحلم بيها. برا انت مش تعطي دينار طلع اعطيه لك انا برا بفلوسهم يشريوا كما يشرون يا اخو تعب هكا قوم قوم عاش بابا خليني قوم عاش بابا خليني نخدم نجي سباتي قال لي خليني نجي سيدي يشري سباتي الراجل صباح الخير مد لي 10,000 يرحمك يرحمك جاي سباتي السيد جا هنا مد 10,000 قايل لي باش هو يجي يشري سباتي يرحمك لا 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 هو شكون لا 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 كيف لا وبعد كمل لا ما تكملش لا 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 يا يديك رب لا 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 سامحني يا حاج سامحني لا 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 سامحني لا لا سامحني عاد خليني بفلوسك شراك سامحني سامحني يا معلم شراك بفلوس ولا كلام ما عجبكش انت عاود في رسمك يجي واحد لا لا سامحني صبطك لا 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 جا سيد مدو 10,000 لا لا استنى عاد شوف شوف اسمعني خليني ولا دقيقه بلا دقيقه لا لا اسمعني شوف اسمعني اسمعني شوف كيفاش جا سيد استنى سيبو هلال ولا سيبو هلال رجل اعمال هذاك سيدي مترشح لا ما يخوف حد لا هي مترشح ولا بلاك جا مترشح يجي راجل قد بو انا قدر بيه انا بابا مدو 10,000 مدو 10,000 وش تقولوا 10,000 فرنك مدو 10,000 فرنك باش نقاوم راجل وسيد انا قلت له عايش بابا زيدوا حتى 100,000 هذاك راجل كبير والله العظيم انا قلت له عايش بابا انا صغير مش مترشح مش تعب في الناس من تو والله كان يجي وزير لو مش تعب في العباد من تو انت مترشح مش تعب في السونه من تو عايش لا انا قلت كلمه كلمه عايش بابا شي شي وزير لو عايش بابا يا هو ما عندوش باش يعطيك دينار شكون اللي قالوا انا سي بوليا عايش يا ولدي عاونوك ما ثم حتى مشكل تعاون في الناس تعاون وي تعاون في الناس تعاون طرف علينا نعملوا بالخير احنا ما عندناش بفلوسكم احنا يا ودي الدعاء احنا نعيش باللي اعطانا ربي ما عندناش بفلوسكم اعطيه فلوس لا ما عندناش كلمه لا عايش كيهديك ربي والله لاني قايم من هنا يا ودي عايش كيهديك ربي هو خذ مني انا شكون هو قايمه
غادي برا طلع طولك انا دينار برا سيرج عند صاحبي انا نعطيك انا 10000 باي 10000 شنو سيرج باي 10000 شنو تعطيني 10000 شي سيرج هذه فلوس ما تعطينيش 10000 تشري بهذه الفلوس انت انا نوزي فيه مالك كيفاش صاحبي هذاك ما عنديش نعرف على ظروفه ما قدرش ندخل ولا ما عايش عايش بابا من روح على الحياه الشعبيه اللي نحبها هو شنو الحياه الشعبيه ممكن ينصر هو تربيتي يقصر شوفوا لنا الماء مقطوع 4 ايام الماء مخصوص 4 ايام يرحم ابويكم10000 فرنك هاي اخوي هبا تصير خلنا نمشي انا برد نعم بدي يخدم لديك وكمل لديك هاي ربي عينك هاي يا سبو ليل عايش يا سبو ليل يرحم والديك هكي طوي بابا قوم سبو ليل يعمل في الحملة امشي لروحك انا هذاك اللي يدوم لك هذا اللي يدوم لك قوم يا عايش يا اسمعني شي هذا اللي يدوم لك زوالي يدوم انت تلوج على العشرة ليل زوالي يدوم ورقة الماء ورقة الضوء مش خلص انا ذو وانا ماء بتاعك انا ماء ورقة الضوء مش خلص مش خلص فلوس تو تفكر خلص ماء ورقة الضوء مش خلص ما شاء الله الظروف بس انت تشوف برشا بخيس مش ليك شوف دينار لاخر البيرة تصورهم ولا عليه على ابو هليل شنو بعد القسم شنو بعد القسم يا نور بالحمية مانيش بسير يا مانيش بحيش مانيش بسير مانيش قايم من هنا ما تقومش ما تقومش مانيش قايم وانا مش بسيرش بعد هقع دينار يعطيك متاعك هقع يعطيك دينار كما الناس انا بيه هقع فار على روح كاميراك يا شيخ ايش انا بيه يا كهوي يعطيك والله يا هذيك الساعه والله سيبوا هليل يشربوا المزاتاب 10 ريال على قليل ارجعوا بيا ايش ابو هاي تصير ايجا خفيفه مسحه خفيفه للصباط يا اخوي ايش انا افرح بخويا مسحه خفيفه نقول كره نقول مش نفرح بخويا والله على خاطرك مرتاح مشروع هاي اتفضل اقعد اقعد يا رحم والديك على خاطرك صديقي والله نظيف ومزروع عايش خويا ميسالش نفرح بصاحبي شنو هي الدنيا الدنيا تشوف فيها كيما البلاد شنو هي خدمتك انت ماشي ليه والله هاك تشوف خويا والله كاز هاك تشوف كاز في لي نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي الواحد ها ويجري على صغير ويجري على واحد الحمد لله عندك صغير اه معرس عندي وليد والله تعبت الواحد تعب عندي برش برش الحمد لله يا رب اهلا بسي بوهليل شنو احوالك يا سي بوهليل وينك يا اخوي بس عليك وينك انت من الغيبه وينك يا اخوي لاباس شنو امورك الحمد لله شنو الامور الحمد لله بس العائله الحمد لله شنو احوالك انت الحمد لله لاباس شنو امورك يا ودي وينك يا سي بوهليل لا عاد يا سي بوهليل لا مرحبا بك اخوي سامحني بالله هذا يسبه الليل راهو يجينا مره في الفيل خلينا نعمل ضربه مزروب راه يرحم والديك تحكي بجدك صاحبي يرحم والديك تنجم تشوفها معناتها انا متعدي ومزروب وصباتي نظيف وقعدت على خاطرك لهنا وفي زوالي في درشون قعدت على خاطرك تعمل لي سيبه الليل ولا سيب راشكون يا سيبه الليل راهو يجينا مره في الفيل اقعد 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 ما يسالش ما يسالش اخويا هاو تنجم هاو جاري بحذاي برا صاحبي اقعد ونحكي لك حكايه على جارك اقعد اقعد لحظه ساعه يا اخويا يرحم والديك كمل نخدم الصباط انت تو ريت تعرف شو عملت توا انا كنت متعدي على روحي جوي باهي عندي ما نعمل ومزروب وقفتني انت في ما عنديش في رحم والديك بدر شنو قعدت على خاطرك انت تعمل لي سيبه ليل ولا سيبه ليل جينا مره في البلد ديما يفرح بيا وكذا ريت يرحم والديك تو مزنا كي نحكي وتعمل لي البلاد تعبه ودر شنو ريت على سلكه البلاد
كيما الاشكال اللي كيفك انت توريدك قام الحديث هذا يا اخويا باش تقومني انا معناتها تقولي سي بولير ولا باش قام الحديث هذا يا اخويا انا ما نعرفكش راه ما عندك حتى دخل لا بيدي نحكي معاه هو سامح كمل اخدم معايا صاحبي يا اخويا برا طيب عاش خويا قوم خلي سي بولير يرحم والديك ما تعودها كلمه تقوم ما عادش تعودها ما عادش علي وقت انا راه خويا كمل اخدم الصباط تفضل لحظه سي بولير بالله تقوم معاه مش الجاري ما نسيت ريتها انت يرحم والديك خليني انا محلاني كول توا سينو كان وقفت لك انا تو ريت النصبه ذي كل باش نلبسها لك على راسك كمل صاحبي يخدم يا خويا صاحبي بالقوه هي ماهيش بالقوه راه بالقوه اللغه اللي عملت انت تو هذيا في بالنا بعد ناكل في الخبز راه نخدم على راه نخدم على راه ناكل في الخبز الخبز اللي تحكي عليه تهلكت البلاد بالمناظر والاشكال اللي كيفك انت كمل اقعد وكمل خدم لي صبار انا مش نخدم سي بولير انت تو طولي 2 متر وانا ومتعدي وقعت على خاطرك انت باش تقيمني انا على خاطره هو اخويا انا ما عيطلكش باهي ما عيطليش ما عيطلكش امريك البيه لحظه بركة امسح لي الطرف الابيض زي تنقول لك تنقول لك عيطت له ما عيطليش تفضل هاي تفضل يا سيبولي هيك مسحت لك عاد مسحت برا على روحك واضح صح سيبو هليل سفير الموزمبيق هذايا سامحني معلم احترم روحك اه سيبو هليل تحكي سلي عن النبي يا المره الجايه سلي عن النبي اش بيك ما عيط العباد هكاك سمعت كلمك حكايه انا تو خاطر يمكن استهديت بالله ويمكن نحب نبرد روحي قسما بالله ما نوكلهم لك هذوما واضح صلي على النبي بهيش صلي على النبي اشكيل متعوذني بر اشكيل ربي يهديك هاي بدينار دينار مسحه خفيف سيريش مسحه خفيف انا صبات نحيك الغبره السلام اهلا بابا شنو احوالك هاي تفضل ارتاح ارتاح شنو احوالك انت لاباس والله يسخون انا غالب ايش مش يعمل الواحد ربي معك ايش عامل انت بالدنيا تخدم تخدم مالش مش يعمل العبد هو توا يخدم وان شاء الله يخدم والله يسمعني يا بوي والله الواحد في عمرك انت توا راه مرتاح خمس ولا لا راه ياخذ المهريه وركش على روحك عليها لا 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 الصنعة هذه كان مش الشايب الله يرحمه هم تموت حتى هالي في مخي بالسيف اليوم روى ضعف لأنك مط بالشرح هذه أقل حاجة على الله يرحمه الله يرحمه وينعمه الحمد لله يا رب عندها رجالة تبالك عندها ناسها وعندها رجالة لا الحمد لله الرجال موجود وقال موقف الهاش الرجال وكانت البيع الحمد لله سلام اهلا بسي مهلين اهلا شي احوال بس عليك لباس انت الحمد لله شنو الامور شي احوال هاي وينك انت سامح وينك انت لباس صغيرات والله الحمد لله لباس شنو هو كالعادة ديما مزروع وتجي وتمشي هكا ما تعرف كيف ما يرحم والديك يا سي مهلين عايش لا لا الحمد لله لباس اش عامل هالنهارين ماشي معاك الامور كنت انا برا ما تعرف الوقت اي اش عملت في الوحده نتاعك لباس صباح الحمد لله فما شكون معاك ومعاوني لاباس الحمد لله والله حتى انا ناوي هكا النيه الباهيه معاك البلاد في خير والله الحمد لله الحمد لله الخدمه ماشيه والحمد لله الحمد لله لا يا سامحني عشان خير خلي اعمل ضربه خفيفه خاطر هو ديما مزروع ماشي كيفاش؟ خلي اعمل ضربه خفيفه ماشي انا مش عامل ضربه قويه مش ضربه خفيفه انا قبل هو انا قبل هو من فضل ايه يسالش دريش استنى دريش هذا السيد هذا بالتليفون حطني لهنا وحتى واحد ما قال له والله كي يدخل فيك تراكس مش لا بلدي كي تدخلش فيك تراكس اللي يهمني فيك ولا على بالي بيك نحكي هكاك وغادي من هكاك باه بنا حيرش ما نحيش لا حيرش ما نحيش لا حيرش ما نحيش رجلي اللي تحكي عليه ساقي ما نحيش عاد شوف ايش لا وقت لا حيرجلي قال له لا حيرجلي يا ولدي ايش بيك نتكلم فيك بالسياسه عادي نورمال عادي نورمال انا في الخبز شوف كلمتين خفاف نظاف انا ما نفهمش راهو كلمتين اكثر من كلمتين ما نفهمش خفاف نظاف خلي لي انا وبعد كمل خلي اعمل ضرب صغير لا ما فهمش يا ولدي صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي على الشيطان اخزر لا انا عند صباتي عند صباتي توكي صباتك انت توكي صباتك انت صباتك انت تاع 15000 صباتها 120 دينار لا يا سي قوم يا عاشر اعطيني ال 10 دقائق نمشي لحد
لا لا اقف سيدي ليه لا سمح الله اقف لا يا ولدي لا سيبه لا لا وين يا رحمه ولدي اسمعني صلي على النبي قلت لك قوم قوم النصب نصب تينيك كلمتين ايه النصب نصب تينيك حر كلمتين انا ناسبتك وانا سراج بس بس ناسبتك بس مقلحها ناسبتك مقلحها على كيف مقلحها بس عشان انا قبله هو بس عشان انا قبله هو قلت لك كلمتين خفيف الباب بس قلت لك كلمتين مانيش فاهم حط مانيش من الحياه تلا رجلك وانا سراعك في اسمه انا في صلي على النبي في ناحيتي ناحيتك ربي عينك ربي خشمك ربي عينك ولا ربي خشمك ترى ربي معك كمل وبعد كمل قال له 10000 وما 10000 مسروق لا لا يا ولدي لا ما نحيش اخويا خلينا نحيش كلمتين نخدم على ما نحيش عايش خويا لا تخدم هيك تخدم عايش خويا هيك تخدم عايش خويا هيك تخدم عايش خويا انت عايش خويا لا عايش بابك ناحي دي تقعد على يا ولدي اقعد قال له فز اقعد على روحك قال له فز اخدم على روحك اخدم على حط رجلك يا سيدي يا رجلك ولا سيدي خليني على روحي راح محتاج بالسيف بالقوه ايش سيبني انا اكل خبز على روحي يا ربي عينك سيب ربي عينك ولا ربي خشمك سيب خليني نخدم على روحي يا اخوي نحكي معاك مع الكمبل اسيبه هنا يا سيبه هنا لا سي يا سيبه لا يرحم والدي ايش بس هكا باهي باهي قطعت قسمي مانيش خدم قسمك عند ربي مش عند مانيش خدم لك قسمك عند ربي مانيش خدم لك تخدم بس مانيش خدم تخدم بس عليك مانيش خدم باهي انا قاعد انا قاعد باهي شي ولا ما نفز ما نفز ما نفز بس قلت ما نفز ما نفز يا محافظ شو ما نبي يا اخوي ها وقلت له الاخر يعمل لي 10000 وما 10000 هذه يا اخوي يا ليش تقطع لي قسم الجنوبي يا بابا يلزم العياط هاك وصلت كل الاستعجال يا وليدي لا الوجيعة الوجيعة وليدي وين الوجيعة قول وين الوجيعة في مسلاني وليدي في مسلاني هو في مسلاني تو قلت لي الوجيعة غاديك قلت لي في ركبتك طلعنا في الدرج قلت لي في راسك تو في مسلانك همشي وسكت همشي ها في الاستعجال تو يزرقوا لك همشي اقعد هنا خلينا نشوف الطبيب اقعد وحدك شد الدواء هاك شد الدواء هاك خلينا نشوف فرمني طب ما حد هنا عجب استعجالي فارغ يا اخي ما ثم حد هنا اه يا سيدي ما دام مقاين وما فماش خدمه برا الوقت يعمل فيديو على التيك توك ويركح اموره اه يا سيدي وين الكاميرا ونشوف اش مش نعمل هذيك هي هاو خلينا نخرج ولا ربي يستر لاباس بابا يا وليدي باش ترد هذيك باش بترد يا بابا شد روحك فاش بترد في دمشي هاك وصلت للاستعجال يا مجي تو يزرقوا له قول لاباس هذا كل على جرة هال 220 نهار كله انت شد لنا البوستر باش تقتلني باهي هكا تو وين تحط في الوجيعه مسلاني يا وليدي ماني قلت لك يا بابا تو طالعين في الدروس قلت لي في ركبتك وصلنا غادي قلت لي في راسك تو في مسلانك ثبت روح نبدا نعيطوا ها ولا ثم فرب لا ثم حد شيء يا ربي ما الاستعجال الاسم العالي والمربة الخيل ثم حد يا فرب والله شيء سلام اخوي بالله يا رب بابا شفت مريض طويك والله في حال ما هو هذا اللي بقرة سكته ولا شنو هو؟ شنو؟ بقرة سكته ولا شنو؟ يا ودي سكته بقرة العشية اللي حبيك عندها الظهر بتاعها مش تسول الظهر من تاني يوجع فيه. تو لاهين بيكم ربي يعافيك. حاجة هذا تو شو البيعة المقطعة هذه اليوم للواحد؟ لاباس يا بابا. يا ولدي يا بابا ارتاح تاني شوي انت كابس روحك زاد حتى ارتاح شوي. لاباس. في حالة وليدي شوف للطبيب يا وليدي والله نهار مشوم على هالطبة في تونس يا فهد يا فهد ميتك اه مش يموت يعني خلينا قبل الطبيب بعدين الطبيب شبيش عنده ايش عنده يا ودي عنده زرق مش يستعمل فيهم في لاباس لاباس ما عنده حتى شيء وجهه منور ولاباس يا ودي مش يموت ترد تفتح لي مرتين فترة تقول لاباس هذا حديثة شنو الزرق؟ جاي ها الزرق ها جاي الزرق ما عندناش الزرق انا فارغ استعجالي فهمت يا ودي وجبت الزرق عطوه اوردونوس عنده الزرق باهي وجبت الاوردونوس باش نخدموا بها الاردنوس هي مالك ليش هكا غاديك يا الاردنوس دي ما يستعمل فيهم في المخروج
يرحم بيك مش واضح اسمع اسمع خلي يصبر شويه الطبيبه راهي مقطعه بالخدمه 3 ايام برمونس النوم مرات نجمنا واحد يا نهار شوف في تونس تبقى طبيبه تخدم 3 ايام هلا غير ما عندك مديره السبيطار هي هذيك ربي من يا ديما حكت معك التعجيل نهار كلك كتش علانك احترم المواطن شي يا خويا راهي ذات البلاد هذه المنطقه هذه بالذات الطبيب اللي يجي خدام وبيه ترحلوا في جمعه يرح طبيبه ممتازه جاتكم يحمد ربي برا خلاص تم اداره السلبه تم اداره السلبه اتصل حتى بالوزير يا عجبك شنو هذا حديث تو خير طلع تو بابا شوي ها مش يجي طبيب ها عندك عندك شكون يعدي اولادي باش نمرض عجب ناقصونا من الحس ثم مرضى يا سيدي ثم مرضى مش وتير انت اليوم عجبك عبد الفهم اللي هذا الاجرب من اللي جابوك وانت نهار كلك عامل علينا بالعين يا اخي استنى بونتو احترم روحك ليه المره اللي فاتت جبت امي في الليل طايحه على ركبتها وانت اللي كبت معشك في التليفون نخدم يا سيدي تخدم في التليفون شنو الخدمه في التليفون هاي كلها يا رشا وينك صباح تتمشك غلانا انا جايبك عامل حادث وقت عامل اكسيدون وجابوها لي في ثنيه عامل حادث ونوصي في الشوفير باش يعمل لها الاسعافات الاوليه بالشيخ نكلم بشير اختي تجيك هذا ماهوش حل نقعد نطيش هكا يا سيد يا سيد ممنوع تليفون مؤسسه عموميه ممنوع امشي كلم بنت تجي ما تكلمهاش ممنوع حتى حد ما يستعمل التليفون تذكر القانون راه ما نستعجلي هات يستعمل انت في التليفون اي انا ولد المؤسسه ولد المؤسسه تو نجيب باكيت في يدي تو نجيب باكيت ها بابا ها وقريب اعمل سيجار وها شد تخلف والجهل هذا شنو جه استعجالي ومرضى وناس ربي يعلم بها مش عالي سيجار معناها واحد وخال بالحكايه اقسم بالله يا جهلوخ والله يا اول مره نشوف سبيطار منظم هك اقسم بالله يا الواحد ولا خدمه ها يا اخي اش بيك انت ما ترد علينا نحى الدخان بابا ما يتكش الدخان اخ اخسكي كح عندي ذيك الفاس نحى الدخان يا حبايبي نحن نتكيف ولاد المؤسسه نتكيف والمناظر اللي كيفكم خلونا نتكيف اخ شنو نمشوا للتعليم ولاد المؤسسه نمشوا للسبيطار ولاد المؤسسه نمشوا للاستاق ولاد المؤسسه نمشوا للسولاد كلكم لهنا ولاد شكون ايش تحب شكون ايش تحب يا اخويا دخلني خلي عدي الطبيبه راهي عندها عمليه قلب مفتوح تو شنو قلب مفتوح عملتها تو يا ولدي قلبي هودي استعجالي تعملوا فيه قلب مفتوح نعملوا حتى كلوه مفتوح عجب جات امك عيشه في حاله يا بابا اسكت يدي بالغريت يد خليتها معاه يدك بجاه ربي ما معمول كرب باين فيك ولد حليل انت خالد كمل امك عيشه تفحص فيها وبعد تفضل يا بنت ديما وين شنو حكايه امك عيشه هذه وين نجيك امك عيشه امك عيشه يا ودي بلا مريضه ازماتيك عندها كل شيء الطبيبه عندها امك عيشه قبل الناس كل عمل انسان تكون به عمل انسان مش بك تجيب لي بابا ماهوش عمل انساني ها لا عندكم زرارك لا عندكم شمعه لا عندكم ادويه اش عندكم هذا سقط على روسكم خالد كمل معاها امك عيشه وبعد ادخل شنو تكمل ماشي سايبة يا سيد يا ودي قول احترم روحك انت احترم روحك شوف على الاقل قلت للدم عمل له حاجه يا ودي ما عندي ما نقيس قسم قسما بالله الحاله بتاع امك عيشه راهي كانت راها المراه بين الموت وحيه مش تحت وشدني فمك بلا يا ما كان نشوف فمك لا من فضلك يا يا من فضلك القوني تفضل يا سيد